الراديو 90 90 هواها مصر. يا اهلا يا اهلا يا اهلا بكل مستمع الراديو 90 90. يا مساء النور يا سناشة. يا مساء الفل يا ست ايمان. ويلا بينا. انا غدا يا مهدي. لطفي لطفي ازيك يا شيرات؟ انا مانيش لطفي خلاص. منين ساعة تروح وساعة تيجي. اهلا بحضراتكم ويوم جديد على راديو 90 90 وساعة تروح وساعة تيجي، وإيمان السيد ومحمد نشأت موجودين معاكم لحد الساعة 8. وهنبتدي معاكم بالفقرة بتاعت الأسطورة، وزي ما قلنا احنا بنجيب أسطورة معروفة جدا جدا، يعني كلنا بنبقى عارفينها معروفة زيادة عن اللزوم. آه. احنا برضو والله في أساطير بنتعرف عليها معاكم، أسطورة يونانية، وبعدين بنبسطها لكم بقى وبنتناولها بوجهة نظر جديدة. النهاردة أسطورة الأسطورة الأغريقية لأطلانتا وميلينيوس. ايوان نشوف بقى دول هيعملوا ايه. اما نشوف هنشوف هيعملوا ايه. وسؤالنا النهاردة اللي بنطرحه في الاسطورة، يا ترى الست ما تبقاش ست بجد الا اذا كان الراجل راجل بجد. هنعرف ده من الاسطورة، ونرجع ناخد ارائكم كلها معانا. صفحتنا على الفيسبوك راديو 90 90، وتليفوننا 2-18-10-8-66، والاس ام اس على 1-90-9. نسمع ولا ايه رايك؟ يلا بينا. بجد؟ امال ايه؟ يعني موافقه، مش تقولي حاجه. اسمعوا ايمان النهارده في الاسطوره كمان عامله حاجه مختلفه. ربنا يستر. ودلوقتي جه معاكم مع الاسطوره. زمان ايام الاغريق كان في ملك طيوب كده وكيوت قوي قوي يا جماعه، مش فاكر اسمه ايه. المهم الملك ده شعبه كان بيحبه قوي، وهو كمان كان بيحب شعبه وبيعشق مراته الملكه. المهم جه الخبر السعيد وشقلب له حياته. المدام الملكه لا مؤاخذه يعني في اللفظ حامل. لا حياء في الطب. سهر الملك 9 شهور جنبها يحلم بالولد اللي هيشيل اسمه، لحد ما جه اليوم الموعود ومراته رقعت بالصوت: يا مساعد يا مساعد يا مساعد يا مساعد. كان متأكد انه ولد، مع انه كان شاكك بصراحة. وخرجت الداية الإغريقية بتبرطم وتقول: انتي ملك حزين خلفتي بنت مصيبة. اتجنن الملك وتهبل، ونادى كل أتباعه عشان يرموا البنت في الغابة وتموت بعيد 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 بعيد. خلاص يا أخويا ارجع. وترمت النونو في الغابة وشافتها الربة أرتميس. معلش سامحوني، ما هم كانت ناس دماغها هربانة منهم وعايشين في التهييس، وحنت عليها وأنقذتها وبعتت لها دبة ترعاها شوية، ولقاها مجموعة من الصيادين واعتبروها هدية من آلهة الأوليمب. دي حاجة تجيب كرام. كبرت البنت وسط الصيادين لحد ما بقت أشطر منيهم، وبقت تقتل أي حيوان مفترس، وسمعتها جابت كل حتة في بلاد الإغريق. المهم بقى أبوها الملك عرف وحن عليها وتلم الشمل يا إيمان. رجعها القصر ولبسها وهندمها وقرر يجوزها. بس أطلانتا كانت قفشة قوي على الرجال، فاخترعت اختراع وقالت انها هتتجوز اللي يقدر يسبقها في الجري، لكن اللي هي هتسبقه هتقتله. فضلت أطلانتا كل يوم تسبق رجالة وتقتلهم، لحد ما جالها اللي هيشكمها ميلينيون، شاب قمر طول بعرض. راح ميلينيون لربة الحب تساعده وخد منها 3 تفاحات دهب. فضل يرمي كل شوية تفاحة منيهم في طريق أطلانتا عشان يزغلل عينيها ويكسبها، وفعلا كسبها. الله، وتجوز ميلينيون أطلانتا وبقت ست بجد بعد ما عاشت طول عمرها راجل. ومن هنا نعرف إن الست بتقلب ست بجد لما بتقابل راجل بجد.
يبقى عندنا ملك. الملك ده كان نفسه يخلف، ولما الملك خلف على طول كان نفسه في ولد، ولما جت بنت خدها ورماها في الغابة علشان تتضرب وتبقى شبه الرجالة وعاشت كأنها راجل بالظبط، واشترت او اشترطت بعد كده ان اللي يتجوزها لازم يسبقها في السبق اللي هي هتعمله، واللي بيخسر السبق بتقتله ما بتهزرش واللي يسبقها تتجوزه، لحد ما جه ميلينيون وقرر ان هو يروح بقى للناس انت عارف المراويش دول اللي هو يقولك إلهية الحب. أوه. عندهم اصل كان الهه، كان دماغهم رايحاهم يعني دماغهم كان ما شاء الله مريح، مسلياهم جامد جدا. فراح وادوله 3 تفاحات ذهب وهو بيجري في السباق فيرمي واحده فهي تتلبخ فيها. أوه. عشان تشوفها لحد ما سبقها فعلا. لما اتجوزته وهو اهتم بيها جدا يعني شالت بقى كل الرجوله اللي كانت عايشه فيها طول الوقت وبدات تبقى ست بجد. يبقى موضوعنا النهارده ايه؟ هل الست بتبقى ست بجد لما بيبقى الراجل راجل بجد؟ انا رايي يا ايمان ان انت طول الوقت رجاله بجد والله. بعد الجواز تحديدا الست انا مش عارفه ده مدح ولا ذم. بس رياكشنك مش مريحني. لا هو يعني الست يا جماعه بتفضل ست لحد ما تتجوز، لكن بعد الجواز بتبقى راجل بجد. ليه؟ طيب الله، طب هو لو الراجل شايف مسؤولياته هتبقى الست واخده بالها برضو من مسؤولياتها ومن نفسها، هتضطر تسترجل علشان تقدر تعيش. طب نعمل لكم ايه؟ نعمل لكم ايه؟ ولما بتلاحظيش كده ان الستات بعد الجواز كلهم بيقلبوا خالتي نفيسه؟ هي بتحس بالامان. اه اطمني، اتخلت اللي هي عايزاه وخلصنا. اه بس برضو الراجل اللي معاها عليه عامل، يعني يفتح نفسها على الدنيا يسد نفسها. يعمل ايه يعني؟ احنا نعمل لكم ايه؟ نعمل لكم ايه؟ والله الكلمه الحلوه مفيش احسن منها. بس كده؟ اه والله لو على الكلمه الحلوه احنا نقول، يعني احنا شخصيا نقول ما عندناش مشكله. ضيعين كلام. بس انتوا يعني تتعدلوا. تعالي نقرا كده بسرعه اصحابنا على الفيسبوك ونمسي عليهم كلهم. هشام الجنيدي مساك زي الفل، نهى سلمان منورانا، ساره خالد صرصوره انت اللي احلى واحده في الدنيا، يويو سندريلا المعلمين مساء السعاده والانشكاح عليكم، الامتحانات اللي مش ناويه تخلص دي عايزه اسمع اغنيه سكه السلامه لامال ماهر، هتخلص ان شاء الله هتخلصي من الامتحانات زي الفل. مي محمد مساء الانشكاح بشكرك، عايزه وائل جزار وائل جزار ايه جزار ده؟ وزعلانه منك يا نشأت. ليه يا مي؟ ليه يا مي عايزه؟ بتقول لي انت بتقطم الكومنتات. والله انا بحاول اقراها كلها يا جدعان يا جدعان، مش عارف انا بقطم على يدي النهارده. وسام عثمان مساء الفل عليك يا وسام. في مين تاني يا ايمن؟ معانا رساله برضو من اللي جات لنا على 199 9. حد بيقول المحترمه ايمان احنا كل يوم بنعطل ساعه على الدائري علشان نعدي كوبري الوراق بسبب محطه بتاعت وزن للنقل التقيل، فبتقفل الطريق بعد الكوبري اغيثونا. اتمنى ان صوتك يوصل يعني والمشكله دي يبقى ليها حل ان شاء الله. يا رب. انا شخصيا اتمنى انها ما تتحلش عشان تفضل في الطريق وتسمعنا. لا لا ان شاء الله تسلك. يعني الوقفه على الدائري بتبقى غير ادميه يعني، لما بيعطل يكفيك الشر. يا ريت يا جماعه تحلوا المشكله بعد الساعه 8 يعني، والله بعد الساعه 12 لان برامج الراديو كلها حلو يعني. مش عارف اعمل لكم ايه. ليه؟ لا هو لو عطلان على الطريق هيبطل بقى العربيه فمش هيسمع. لا لا خليه ماشي والسكه سالكه ان شاء الله توصلوا لبيوتكم بالسلامه. ميدو حسن بيقول مساء الخير عليك يا نشأت انت وايمان، وبالنسبه لموضوع الحلقه الست ست سواء الراجل اهتم بيها او ما اهتمش، في ستات كتير يا نشأت ممكن جوزها يموت وتعيش بقى عمرها من غير راجل، وفي ناس كتير مش بيتجوزوا، فوجهه نظري مش الراجل اللي بيخلي الست ست. اه ماشي، هي دي وجهه نظر حلوه ان الست تهتم بنفسها في كل الاحوال بصرف النظر عن الشخص اللي معاها يفتح النفس او يسد النفس، يعني ان شاء الله تكونوا كلكم تفتحوا النفس يعني. يا رب نفسنا كلكم تفتحوا النفس. بس هو انت اهتمي بنفسك عشان نفسك، عشان انت تبقي نفسيتك كويسه، علشان حياتك تبقى كويسه يعني. خديها مبدا كده، مش لو اللي قدامي سد نفسي هتدهول بقى واقلب يعني. لا مش اقلب وائل جمعه كده، لا مش هينفع. طيب تعالي نشوف شيرين معانا على التليفون وعايزه تقول ايه. ازيك يا شيرين؟ الو شيرين ازيك؟ مساء النور. ازيك يا شيرين؟ الحمد لله الحمد لله. على فكره بس انا بستنى البرنامج وبسيب الامتحانات والمذاكره وبقعد بس فتره البريك اسمعكم يا سيدي. والله يعني المهم انه يبقى فتره البريك بس تذاكري بقى بعد ما نخلص. لا انا باخد البريك في الفتره بتاعت البريك. طب حلو. طب شيرين قولي لنا بقى، الست ما بتبقاش ست بجد فعلا غير لو كان الراجل اللي قدامها مهتم بيها؟ لا الست ست طول عمرها. شوف الكلام. امال انتوا امال الستات ليه بتقلب حماده زلطه بعد الجواز؟ لا 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 بصي، هي مولود ست وبتعيش ست وبتموت. الله. ولو ربنا كان عايزها غير لما تكون ست كان هيخلقها راجل. صح. ما هي ما احنا عارفين انها اكيد ست، ما احنا يعني هي اكيد كائن ست، لكن انا قصدي تصرفات مش تصرفات ست. تتبعها وتصرفاتها. هو لو الراجل مؤنث شويه معاها فبالتالي هي بتاخد المسؤوليه بتاعتها. صح.
بس لكن ما بتتخلاش عن الفيديوهات، بتتخلاش عن شكلها وجمالها. لا الموضوع كبير، الموضوع كبير. بشكرك يا شيرين، نورتينا. ميرسي ليكم. الموضوع كبير يا امين. ايوه عشان كده بسرعه كده على الشاب خالد بقى. سمعينا ايه النهارده؟ مش انت اللي هتسمعينا، هتختاري للناس ايه يسمعوه؟ شاب خالد هيقول انا عاشق والله. الله يعينه. يلا بينا نسمع. ولسه معاكم في ساعه تروح وساعه تيجي محمد نشأت وايمان السيد على راديو 90 90. وسؤالنا هو هل الست بتبقى ست بجد لما الراجل بيبقى راجل بجد؟ طبعا مستنيينكم تشاركونا بارائكم. ومن الرسائل اللي جات لنا على الفيسبوك بقى، ايوه. محمود مودي بيقول مساء الفل عليكم، الست في الخطوبه جميله، في الجواز برنسيسه بعد شهر العسل ومن الغوله. سبحان الله. ليه بالظبط اللي بكره وحش؟ بيقول بتنكش شعرها وبتلبس جلابيه واحده، الراجل ما عندوش غير حلين، يا يتوفى يا يطفش. الراجل بيتلكك. ايوه كده يا رجاله، يعني شهيصوا الدنيا شويه واسخنوا معانا بقى. محمد فهمي الخطيب بيقول مساء الحب والرومانسيه على نشأت بيك وايمان هانم، احب اقول الدنيا من غير المراه مكان مهجور. شوف الكلام. الله. وبيقول لزوجته العزيزه ميرفت حجاج بحبك وربنا يخليكي ليا يا اعز الناس، ربنا يبعد عنكم العين. يعني كده يعني ربنا يوفقكم. ايمان بغداد وام خديجه بتقول لا طبعا الست ست وب 100 راجل كمان، بس ايه يبقى كويس طبعا لو اهتم، لو ما اهتمش هي تهتم بنفسها. الله يعين الله العقل. الله. نور علي بتقول اي ثينك ان الست كده كده ست وات ايفر ميل اور نوت، بس ممكن يعني نقول ان لو الراجل عامل الست صح وعرف يوصل لها هيز فيلينج وفهمها صح يخليها طبعا كوين. يا سيدي يا سيدي. نوت اونلي جاست فيميل. الله يا نور والله. الله، مسج رائعه. عمرو جمال بيقول احلى مسا يا نشأت يا زملكاوي. يا مساء الفل عليك، احنا هنا مصر يعني، احنا مصريين كلنا عندناش الاهلي. بيقول لك وحشني والله وسلامي وتحياتي لايمان، شكرا يا عمرو، وعاوز يسمع اغنيه للهضبه وبيمسي على كل الأهلوية. يوصل يا كبير والله. وعايز امسي برضو على الحداد صديقنا العزيز ده، يعني ماجد الحداد، الموضوع ثقه في النفس مش اكتر، يعني الست عايزه تتدرب على معامله زوجها وهي واثقه. انا احبك يا ماجد، ماجد تحياتي حقيقي. ومريم تفاؤل بتقول مساء الحب والسعاده على عيونكم يا ايمي ونيشو. انا اوكا صالح بيقول لو ايه لو بتحبه هتشوفها غزال. الله اكبر. الله اكبر. تعال نشوف دكتور محمود بقى على التليفون. ازيك يا دكتور؟ الو دكتور، منورنا. الله يخليك. ازيك يا نشأت، عامل ايه؟ كله زي الفل. مبدئيا انا عايز بس اسلم عليك كتير لان انا متابعك من طلع الطريق. لا طلع الطريق مش انا خالص، طلع الطريق ده سالي عبد السلام. احنا خدنا المعيد بتاعك. سوري، مكملين وانتم مروحين. ايوه مكملين وانتم مروحين مع زميلتي العزيزه شيماء حافظ طبعا. تمام. لكن ايمان بقى اللي انا عايز ارحب بيها كتير جدا لان انا من اشد المعجبين بيها، لان انا اول ما بشوفها على التلفزيون نورت 90 90 دي، نورت 90 90 اهي بقى. لحد ما اقول ايه يعني، ربنا يبسطك دايما ان شاء الله يا دكتور. متشكره والله بجد، بحبك جدا. يا رب يخليك. ده خفيف لاخر حاجه يعني. يا رب يسعدك. دكتور رايك ايه بقى في موضوعنا النهارده؟ والله انا رايي ان الست ست والراجل راجل، بس انا هقول لك عن تجربه شخصيه. انا بصراحه انا مقصر جدا مع مراتي، وفي نفس الوقت هي ما يعني مش مقصره خالص. خالص. يعني انا شغل من الصبح لحد بالليل تقريبا، وباجي هي مهتميه بقى لاخر حاجه. فانا عن تجربه شخصيه انا بقول لمراتي يعني هي معذوره، هي بصراحه اللي تستحق ان هي تقول العكس. تمام. يا رب تكون سامعانا يا دكتور والله، وانت انسان محترم بجد. هي سامعانا، بس انا نفسي بس هي يعني تفهم ان انا فعلا مقدر اللي هي مهتميه بيا جدا، وانا اللي مقصر في حقها كتير. تمام يا دكتور، بشكرك جدا ونورتنا على الراديو 90 90. مصطفى المفروض هيبقى معانا، معلش يا مصطفى هناخدك في الساعه الثانيه على طول على التليفون لان وقتنا بيروح. في حاجه على 91 9 بقى والحاجات دي. في رقم اخره 787 بيقول انا اسمي احمد عايز اغنيه قمر لمصطفى عاطف. وبرده مؤمن بيقول نشأت بيك وايمان هانم مساء الخير عليكم، بس الست بقت ست علشان الثلاث تفاحات الذهب، فاهمني يا نشأت؟ طبعا انتوا استغلاليين، سيبكوا بقى الست قلبت ست لما بقى فلوس. يا راجل صدقيني يا ايمان والله ما يملاش عينيكوا يا بنتي غير التراب. حوش الفلوس اللي بتنقط من جيوبكم. هنسمع تامر حسني ضحكتها ما بتهزرش الكل. حبيبنا اللي على الصفحه محمد فهمي ومحمد مودي ونور وعمرو ومريم وانا اوكا، كلكم اسمعوها ونرجع لكم على طول مره تانية. تليفوناتنا 218-10-866، اس ام اس 1909، صفحتنا على الفيسبوك الراديو 9090، وتويتر الراديو اندرسكور 9090.
الساعه الثانيه هيكون معانا سؤال مختلف جدا في الاسطوره. الاسطوره بالمناسبه الالحان لاحمد طارق يحيى والكتابه لمروه رضوان. بنشكرهم جدا جدا على المجهود اللي بيبذلوه معانا طول الوقت. الفقره دي بقى بتاعت البنات عشان نبقى واضحين مع بعض. بصوا، هي سيطرت عليا وقالت لي انا ماليش دعوه، انا هنحاز للانثى وهنحاز للمراه وانا اللي هتصرف في الفقره دي. قلت لها ماشي يا بنت. الله طبيعي والا نحاز للانثى. انا انثى. احنا بنقول السؤال هنا ايه الشرط اللي انت ممكن تحدديه بقى بعيدا عن النيش وطلبات الاهل والحاجات دي؟ ايوه، انت ممكن يكون شرطك ايه على العريس اللي متقدم لك او الانسان اللي هترتبطي بيه علشان تضمني يعني انه يكون قد المسؤوليه؟ تضمني ولاءه يعني. بصوا، احنا يعني اول ما حطينا الحاجات على صفحتنا على الفيسبوك جات لنا اجابات غريبه جدا، بس هنحاول نقولها كده بسرعه. يمكن ماجد الحداد قال لك اصعب شرط عندي كان تضمن انها انك ما تبصش لواحده غير ده في الاساطير. ده في الاساطير. هبه مصطفى بيقول انه ما يشربش سجاير. طب انت هتقدرينا ليه يا هبه؟ الله، الدخان بيضايقنا يا جدع. هتضايقنا ليه؟ خايفه على صحتك. ماجد قال لك برضه الستات هتطلب انك تنسى اصحاب زمان. لعلمك بقى دي ارخم حاجه في اي ست، تنسى اصحابك بتوع زمان. ولا هو قصده هي تنسى اصحابها بتوع زمان؟ لا، هي بتكلم على الست. هيبقى يقول لك دايما هتشترط كده. ليه بتضايقونا في المنطقه دي؟ يعني كل واحد فينا ليه اصحابه بيحب يروح له. لا، اصحابك عايز تبسط، بس لو اصحاب سوء بلاهم بقى، مش ناقصه. مش اصحاب سوء، لكن الصحاب في العموم. بس لو يعني لو انت بتسيب البيت طول الوقت وقاعد على القهوه مع اصحابك تملي في مشكله بسبب قعدك يعني على القهوه. ليه بقى؟ ليه بتضايقونا؟ والله ما بهزر. ليه بتضايقونا يعني؟ انتوا ليه بتقعدوا على القهوه كتير؟ اصحاب زمان وبنفك عن نفسينا وبندردش. يعني فيها ايه القهوه اكتر من البيت؟ فيها كل، فيها صحاب، فيها سحلب. فيها سحلب ومغات وكل حاجه. سلسال الدم بيقول لك انا ضد السؤال لان الراجل ما يعيبوش اي شيء. انا الثقه دي برضه بتوترني. الله يكرمك والله يا سلسال الدم. هاجر بتقول لك ما اشربش سجاير او مكيفات. لا يعني ده حق طبعا. يعني مكيفات انا موافق، لكن يعني سجاير اي خايفه على صحته يا جدع. ماشي ماشي. الاسطوره كمان بتاعتنا اللي اتكلمنا فيها النهارده او اللي شغلناها وسمعناها مع بعض بتتكلم عن نفس الموضوع. هي اشترطت شرط غريب جدا. حاولوا كده بقى تفتحوا مخكم وتقولوا لنا يعني الشروط اللي انتم ممكن تشترطوها. شبه البنات كمان هي اللي هتبقى بتحط الشروط دي علشان تضمن ان الراجل قد المسؤوليه. انا من حقكم تحط الشروط واحنا من حقنا نرفضها. ما ننفذهاش. بالظبط. الاسطوره الست شرطت فيها على الرجاله ان هم يدخلوا معاها في سباق، واللي هيسبقها هيتجوزها، لكن اللي مش هيسبق عليه العوض. او هي كانت ما شاء الله عليها في السبق ماراثون يعني. تخش ماراثون ترمع. هنسمع الاسطوره ونسمع كمان او نستنى بقى كل كومنتاتكم على صفحتنا على الفيسبوك. يا ترى ايه الشروط التعجيزيه او الشرط اللي انت شايفاه قاتل؟ احنا عايزينكم تبهرونا. ايوه. انا عايزه شروط يعني، عايزه اسمع حاجات. والله كان ليا واحده صاحبتي ايام الجامعه كانت معجبه بولد يعني من الدفعه بتاعتنا، بس هو مجرد ما شافته خارج من التويليت نزل من نظرها. ليه بقى؟ هي شايفه يعني مش انسان. يعني البنات يا عيني بتبقى حالمه في فتره المراهقه دي وخيالها. يعني ممكن واحده تشترط على واحد انه ما يخش التويليت قدامها؟ هو مش، لا طبعا هو صعب. ما بس هي كانت شايفاه كده كائن اسطوري. ما مش بيعمل حاجات اللي الناس كلها بتعملها يعني. بالظبط كده. ما ينفعش يعمل الحاجات دي. نزل من نظرها. الحلقه ريحتها وحشه قوي. تعالوا نسمع الاسطوره ونرجع نستقبل كل مكالماتكم وكل الرسائل اللي بتبعتوها. يلا بينا. ودلوقتي جه معاكم مع الاسطوره. زمان ايام الاغريق كان في ملك طيوب كده وكيوت قوي قوي يا جماعه، مش فاكر اسمه ايه. المهم الملك ده شعبه كان بيحبه قوي، وهو كمان كان بيحب شعبه وبيعشق مراته الملكه. المهم جه الخبر السعيد وشقلب له حياته. المدام الملكه لا مؤاخذه يعني في اللفظ حامل. لا حياء في الطب. سهر الملك 9 شهور جنبها يحلم بالولد اللي هيشيل اسمه، لحد ما جه اليوم الموعود ومراته رقعت بالصوت. يا مساعد يا مساعد يا مساعد يا مساعد يا خسن. كان متأكد انه ولده،
مع انه كان شاكك بصراحة. وخرجت الداية الاغريقية بتبرطم وتقول: انتي ملك حزين خلفتي بنت مصيبة. اتجنن الملك وتهبل ونادى كل اتباعه عشان يرموا البنت في الغابة وتموت بعيد 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 بعيد. خلاص يا اخويا ارجع. وترمت النونو في الغابة وشافتها الرب ارتميس. معلش سامحوني، ما هم كانت ناس دماغها هربانة منهم وعايشين في التهييس، وحنت عليها وانقذتها وبعتت لها دبة ترعاها شوية، ولقاها مجموعة من الصيادين واعتبروها هدية من آلهة الأوليمب. دي حاجة تجيب كرام. كبرت البنت وسط الصيادين لحد ما بقت أشطر منيهم وبقت تقتل أي حيوان مفترس، وسمعتها جابت كل حتة في بلاد الإغريق. المهم بقى أبوها الملك عرف وحن عليها وتلم الشمل يا إيمان. رجعها القصر ولبسها وهندمها وقرر يجوزها، بس أطلانتا كانت قفشة قوي على الرجال، فاخترعت اختراع وقالت إنها هتتجوز اللي يقدر يسبقها في الجري، لكن اللي هي هتسبقه هتقتله. فضلت أطلانتا كل يوم تسبق رجالة وتقتلهم لحد ما جالها اللي حيشكمها ميلينيون، شاب قمر طول بعرض. راح ميلينيون لربة الحب تساعده وخد منها 3 تفاحات ذهب. فضل يرمي كل شوية تفاحة منيهم في طريق أطلانتا عشان يزغلل عينيها ويكسبها، وفعلا كسبها. الله، وتجوز ميلينيون أطلانتا وبقت ست بجد بعد ما عاشت طول عمرها راجل. ومن هنا نعرف إن الست بتقلب ست بجد لما بتقابل راجل بجد. ولسه معاكم في ساعة تروح وساعة تيجي، وعايزين بقى مشاركات البنات وإيه الشروط الغريبة اللي حطوها لما حد جيت تقدم لهم، سواء هي موافقة عليه بس عايزة تختبره أو عايزة توزعه فبتعجزه يعني. بالظبط زي اللي عملته الحاجة أطلانتا في الأسطورة اللي سمعناها مع بعض. في ممدوح تهامي بيقول: مساء العسل عليكم، بشكرك جدا جدا، وبيمسي على راديو 90 90، وعايز يمسي على احلى شله الراديو: عصام عبد السلام وعاطف وبلال والشاعر ومريم وهيام واحمد كاجوال وميدو وخيري وسلسبيل محمد عبد الله ونرمين وكل الشله، عشان ما ننساش حد. وانا ممدوح من شبرا. انا ما قلتش يعني ما سبتش اسم معايا عشان بس تبقى انت معايا. عندك عيب وازح. اني ما اقعدش على القهوه. ما هي القهوه قلت لك خربت بيوت كتير قبل كده. يعني انا مدين الموضوع ده حقيقي مدين. حتى في الشتاء بتروحوا تقعدوا على القهوه؟ في عز الساعه بنتدفى بنتدفى. مريم بتقول: لو مش بيغسل سنانه مش هبقى انا وهو. يا مصيبتي منيله ابني. يعني هي فضحت نفسها. لا 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 لا، ده موضوع صعب يعني. صريحه قوي زياده عن اللزوم. سحر السعودي بتقول انه ما يكونش بيكذب عليا وما يعملش شعره زي بتوع الايام دول، عارفه الخطوط اللي بتبقى في الشعور دي. وفي مطبات وفي متسفلت من الجنبين. محمد مودي بيقول: بتعرف تطبخ مش نكاديه، بتحب الدلع، واهم شرط تكون بتعرف ترص حجر المعسل. لا ده كده بقى ننزلهم اغنيه بعد العشاء يحلى الهزار والفرفاشه. يعني كان نفسي انزلها لكم والله. محمد ابو الخير بمسي عليك برضو. جينو بعت كلام مهم. جينو بتقول: عندي احلام مركونه كنت بحلم بيها في البلكونه، شويه عقل وشويه شويه عقله وشويه مجنونه، كنت بحلم كتير كتير، ايوه كنت بحلم اني اطير، كنت بحسد العصافير، كنت بحلم بامير وعلى حصانه الابيض ياخدني ويطير ويلف بيا البلاد ونخلف كتير ولاد ونعيش زي حكاوي الاساطير، صحيت على حلمي مش حلمي، الراعي الرسمي لحياتي هو همي، شويه خيانه وشويه اهانه، وبصرخ باعلى صوتي بقول ده مش حلمي يا ساده. يا حبيبتي يا بنتي والله كلام زي الفل يعني. نعم انعم الله عليك يعني. لازم تقولي حاجه لجينو. واقعد كتير واشوف العصافير واشرب قرفه وجنزبيل. ايوه. حلوه في الشتاء. لا لا واضح ان هي موهوبه عندها ملكه الكتابه. طيب تعالي نشوف مصطفى بقى، لان مصطفى معانا بقاله كتير من قبل النشره. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا مصطفى؟ ازاي سعد حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله. اولا انا سعيد اني بشارك معاكم في البرنامج بجد يعني. احنا اللي سعدة بيك جدا.
الله يخليك يا فندم. دلوقتي انا عايز اقول لحضرتك حاجه. اتفضل. الراجل بمعنى كلمه راجل بيبقى طول عمره راجل. الراجل مش معنى انه يقعد يقول لمراته بحبك وبموت فيكي يبقى ده هو الراجل. الراجل اللي هو طلبات بيته اللي يشوف طلبات بيته ويشوف طلبات ولاده. صح. مش شرط ان انا اقعد جنب مراته واقعد اعمل لها قصائد حب وانا مش بجيب جنيه. بس ما يجراش حاجه وانت معدي كده تقول لها كلمه حلوه في الراجل اللي هو بيكفي بيته بيكفي مراته. صح. بمعنى ان هو ما يخليش ولاده محتاجين حاجه. ده اكبر دليل على الحب ليها ولولادها. ده اللي هو بنقول الرجوله افعال بقى مش اقوال يعني. بالظبط كده يا فندم. الرجوله عمرها ما كانت ان انا اقعد جنبها واقعد اقول لها بحبك. لا الرجوله ان انت ما تخليش حبك يبقى افعال زي ما بيقولوا. يبقى فعل ما يبقاش كلمه. تمام. صح. لكن للاسف كتير قوي من الستات بتحب الكلمه الحلوه. طب بتحب الكلمه الحلوه اقعد جنبك مثلا. مش فاهم يعني نقعد نقول كلام ونقعد جنبكم ما تاكلوش فتتجنوا يعني... نسبه الطلاق عاليه في مصر بسبب حاجات بسبب الكلمه الحلوه. الراجل بيطلع يشوف لهم مفيش من الصبح لغايه اخر النهار بيرجع البيت معدود بيلاقي واحده ثانيه خالص. بس يا بنتي وايه. طب وهو دوره فين؟ هو فين اساسا؟ حياته فين؟ ما هو برضه محتاج يعني كلمه حلوه منها يعني تقول الله يعينك مثلا. بالظبط كده يا فندم. عارفه لو قالت له الله يعينك في اليوم اقسم بالله العلي العظيم لكل معاني الحياه تتغير. طب هي حاجات بسيطه هي يعني لو الناس قالتها لبعض زي وانت برضو كلمه حلوه منك تفتح نفسها. الست اللي بتهم جوزها ما تلوموش ان هو بيشوف حياته بره لان مش لاقيها في بيته. بمعنى ايه يا شيخ؟ الله يفتح عليك. انت ما صدقتش يا نشأة. الله يفتح عليك يا درش. بشكرك يا درش والله العظيم. شكرا يا مصطفى. الراجل قال كلام موز وعنب. شوف انت الكلام جاي على هواك. نور عايز اشكرك جدا نور يعني من الناس اللي متابعانا من زمان وصاحبتي وصديقتي العزيزه وبتقول غيرت البرنامج ولسه نفس الموقف. ماشي يا صاحبي. موقف ما بيتغيرش. انا موقفي اتغير والله يا نور. الناس فاهميني غلط. بالحظ وبالصدف. بنقابل ناس يعني كده. محمد منير يا حبيبي. شاعر يا ناس. اهلا بحضراتكم مره تانية ولسه ساعه تروح وساعه تيجي. ايمان السيد ومحمد نشأت وعامل لك مفاجاه. ايمان خير يا رب. خير يا رب. الفنان والممثل الكوميديان الجميل حسن عبد الفتاح منورنا على التليفون. مساء الفل يا فنان. مساء الجمال. مساء الفل والجمال. ابو علي ازيك يا ايمان؟ عامل ايه يا حسن بقى؟ بص يعني لو قعدت اتكلم عليه البرنامج مش هيكفي. اخلاق عاليه. ربنا يخليك يا فنان موهوب. انت الفنانة الجميلة اللي بحب اشتغل معاك دايما. حبيبي يا ابو علي والله عشرة. كده بينا جميلة والله عشرة. يا رب. انت بص حسن عبد الفتاح في اي اوردر لا يختلف عليه اتنين. الناس كلها بتحبه. طبعا. النسمة الحلوة يا ابو علي بتوحشنا وطمنا على اخبارك كده قول لنا ايه الجديد. الحمد لله استاذ نشأت دلوقتي انا بصور يعني انتهينا من فيلم ياسمين عبد العزيز. الف مبروك. مبروك يا ابو علي. الله يخليك يا ايمان. وداخل ان شاء الله برضو المسلسل الجزء الثاني يوميات زوجه مفروشة باذن الله. ان شاء الله احنا ما بنشبعش من الفرجه عليك يا ابو علي بقى يعني عايزين نشوفك طول الوقت. الله يخليك يا ايمان. ومن 6 ل 8 دي يا حسن من 6 ل 8 دي تحجزها لساعة تروح وساعة تيجي وتسمعنا بقى. نعم. من 6 ل 8 تحجزها لساعة تروح وساعة تيجي وتسمعنا. انا سمعت حلقة امبارح والله عجبتني قوي حتى بنتي اتصلت بإيمان قلت لها الحلقة جميلة. ايوه حصل قال لي النهارده فعلا واحنا في التصوير. الحلقة عجبتني قوي. انا عايز اقول لك انا وحسن عبد الفتاح في اي اوردر لازم المشهد يتعاد بسبب الضحك يعني. لدرجة مرة يعني في بيت العيلة انا بقيت ادمع يعني عياط والناس قاعده بتتفرج والناس بتقع من على الكنبه. باينه في الحلقه يا ايمان باينه لو جت الحلقه موجوده. هم يأسوا اخذوا المشهد. اخذوا المشهد بالضحك. ابو علي ربنا يخليك. والله ابو علي موهوب وصوته حلو وبيغني بقى في الاوردرات. لا 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 دي كده عليك كده. لا واحنا ننسى وتروح بلدك يا غريب. الله من غير الجميله. ربنا يخليك نورتنا يا ابو علي ومنورنا دايما يا رب وكل التوفيق. الله يخليك يا استاذ نشأت ربنا يخليك. شكرا يا حسن. تعيش يا ايمان. شكرا ليه حسن عبد الفتاح من الممثلين الجمال جدا. نرجع بقى يا ايمان كده بسرعه. نور علي بتقول لك شرطي الاساسي انه ما يكونش كذاب. طب ازاي يا حبيبتي؟ ما هو كد وحش بصراحه. الكد خيبه يعني. بينزل البني ادم من نظرك بسرعه. اكيد.
في اكونت اسمه صلي على المصطفى عليه الصلاة والسلام بيقول انه يكون مش بيلبس سلاسل ولا بيعمل شعره منكوش ويكون الفاظه محترمه ويكون مش بيشرب سجاير خالص. ومساء الورد عليكم، ادعوا لي انا واللي زي اخلص من الامتحانات دي على خير. احنا داخلين على شهر صعب قوي بتاع الامتحانات. ربنا معاكم وان شاء الله الامتحانات تيجي سهله. ومريم تفاؤل بتقول لك يا نشأت لا انا بهزر، انا بغسل سناني يا جماعه. لا انا خدت الموضوع جد. هي شرطها في اللي يتقدم لها ان يكون بيلبس كويس وشيك زيك يا نشأت. عارفه مريم تفاؤل احسن رد ترد عليها ايه؟ ايه ده؟ وجع قلبي واحب واموت وانا وقلبي مش علقه فيه، ضربني الحلو من جلون. الطرب الاصيل، الطرب الاصيل، ست جمالات كفته. ارقامنا 199 ده الاس ام اس، وصفحتنا على الفيسبوك راديو 9090. ايمان، ليه تحديدا اغنيه يا بنات؟ او ماما بتحب الاغنيه دي قوي وبتعيط لما تسمعها. هي مش مصدقه نفسها انها خلفتني. وحطها رنه، هي بتحبها قوي يعني. كل ما الاغنيه تشتغل تقعد تبوس فيا. لا طب تستغليها حبيبتي. لا اصل ماما دي يعني انا مدلعاها. لما بتعوزي منها حاجه تلاقيكي بتطلبي تشغلي لها الاغنيه. انا عيني ليها. وتاخديها كده على الحنين وتعالي يا ماما، ما انا فاهم الحركات دي، فاهم الحركات دي كويس قوي. حلوه قوي بصراحه. يا بناتي يا بناتي يا بنات، والله مش قصدنا يعني، بنعتذر على العطل ده. العطل الفني. احنا عندنا النهارده السؤال بتاعنا اللي بنساله حضراتكم على طول، ايه الشرط التعجيزي او الشرط الاساسي، بلاش تعجيزي احنا مش عايزين نعجز حد يعني، اللي انت تطلبيه لو واحد جه يتقدم لك. انت بقى الشرط بتاعك انت، مش الطلبات بتاعه الاهل والعفش ايه والقايمه ايه والنيش ازاي، شرطك انت ايه؟ والله النيش ده اصلا ملوش لازمه، ده خرب بيوت كتير يا نشأت في الفتره الاخيره. عايزك تعيطي بقى مع الاغنيه. انا متاثره من دلوقتي. يلا بينا نسمعها ونرجع مره ثانيه. معلش حصل خير، حصل خير يعني. يا ريت اللي بيشوفونا في الابلكيشن بسرعه يلحقوا يشوفوا ايمان حالا، لان السماعات وقعت من على ودنها. ما بتسترش عليا. وهي لسه بتفتح بقها السماعات راحت في حته ثانيه خالص، يعني الحمد لله. انا لسه هقول بقى ولسه معاكم ساعه تروح وساعه تيجي. انت لسه حاسين انك كنت هتغرقي. يعني السماعه وقعت عادي. انا عايزه اسمع بقول ايه. لسه معاك اهو في ساعه تروح وساعه تيجي. خلاص ده اخر لينك يا حاجه والله. بس هيوحشني والله. من هنا عشان كده عايزين عايزين نختمها كده يعني بالفنان والكوميديان والممثل زميلنا الجميل. هو في حاله فنيه هجم علينا النهارده من كل اصحابنا، لان احنا بنحبهم كمان جدا جدا طبعا. وهم متالقين قوي السنه دي، وان شاء الله السنه الجايه في رمضان يعملوا حاجات احسن واحسن ان شاء الله. حماده بركات، كان حماده بركات، حماده بركات معانا. حماده الخط قطع ولا ايه؟ الخط قطع. ما الخط قطع والهيدفون وقعت يعني. لا خدنا ايه؟ لا كده تنشينا ايه؟ طب وبعدين؟ يعني تحيه كبيره جدا لحماده لو بيسمعنا دلوقتي. كان نفسنا نتكلم معاكي حماده والله. طب نمسي بقى بسرعه كده قبل ما الوقت ياخدنا على كل الناس اللي قالوا اقتراحات جميله وشروط تعجيزيه هايله. اقرا يا نشأة. بص يا ستي، يا ريت تتصل بيا، انا عايز اقول رايي بالعقل في هذا الشان. ده محمود يوسف. والله يا محمود الوقت خلص بس بكره تمام. هبه جدو بتقول كلهم كدابين. طب نعمل ايه يا هبه؟ ظروفنا كده يعني، لازم تتصرفي. حقيقه علميه. وبعدين دايما البنات متخيله ان هم الرجاله كلهم كدابين، مع ان اغلب البنات كدابين برضو عادي واحنا بنسكت. هو حتى الراجل اللي مش كداب هو نفسه الراجل الكداب بس ما تفقسش. يعني عارفه هو نفسه اللي مش كداب بس لسه الدنيا لسه ما تفقسش، لسه الدنيا بخير. بس انا اعرف بنات كدابه جدا كتير والله. هو كدب صفة مش كويسة، لأن ما بيبقاش في ثقة يعني. لو أنت قلت لي حاجة وطلعت كدب مش هثق فيك في أي حاجة هتقولها بعد كده يعني. شفتي محمود برضو بيقول لك إيه؟ مفيش بنت تستاهل يا نشأة، تصدقني صدقني إحنا اللي إدينا لهم قيمة بالمقارنة معاهم. الله 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 الله. أصل ربك قال من فوق سبع سماوات ناقصات عقل يعني. مش عايزين نخش في التفاصيل دي قوي، بس لا البنات برضو على دماغنا. أنت متحامل على البنات يا محمود والله. أنا أوكا صالح بيقول إن البنت تكون بتحب بجد. ما أعتقدش إن بقى في بنات بتحب بجد. ليه كده؟ انا شايف كده. ما هو اكيد يعني جربوا يحبوا بجد، كان الشخص وغدي دنيق. ما يستاهلش الحب ده بقى، بطلوا الاوبشن ده. تمام. بشكر حضراتكم جدا على وجودكم معانا خلال ساعتين. كل يوم حد واثنين وثلاث، من يعني من الساعه 6 للساعه 8. ويا رب نكون كده خفاف وظراف عليكم. هتوحشونا بقى، هتوحشونا جدا لحد يوم الحد. استنونا بقى، هتسجع ما شاء الله عليكي والله. استنونا ان شاء الله الحد الجاي من 6 ل 8 في ساعه تروح وساعه تيجي على راديو 9090.
وهنسيبكم مع اغنيه رومانسيه بعد كل الهري اللي احنا هريناه النهارده وبعد كل الشروط التعجيزيه اللي اتكلمنا فيها. تامر حسني هقول لك كلمه ونقول لكم باي باي. باي باي. باي باي يا امين. مع السلامه يا نشا. باي باي يا امين. طريق السلامه. طريق الحلاوه. باي باي يا امين مع الف سلامه. باي باي. مع الف سلامه يا امين. باي باي. يلا اسمع تامر حسني. خلاص كتر السلام يقل المعرفه. الراديو 90 90 هواها مصر.